إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع مجلس البحث العلمي تقدم ولا الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة. حوار مع باحث. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. صناع عمان سوف يوفر ورشة عمل متاحة للجميع وسهل الوصول إليها. كانت فكرتنا عبارة عن منصة ذكية تحل عدة مشكلات تواجهها منطقة الورش الصناعية العشوائية. تهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية. المشروع بيئي قائم على استبدال البلاستيك ومنتجاته بجذور الخضر مع خلطها مع المخلفات الزراعية. الفكرة الأساسية من البرنامج هو تنمية شخصية التلميذ المبتكر. من خلال هذا البرنامج نسعى إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي والناقد عند الطلاب. حوار مع باحث نبني بخطى ثابتة منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة منسجمة مع التوجهات العالمية، ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملتقى جديد يجمعنا بكم في حوار مع باحث. أعلن مجلس البحث العلمي بالتعاون مع شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي عن أسماء الفائزين بجائزة صلالة للمياه والصرف الصحي في نسختها الأولى لعام 2019-2020، حيث بلغ عدد المتقدمين 64 مشاركا من الباحثين الأكاديميين وطلبة مؤسسات التعليم العالي والمهتمين والمبتكرين بالسلطنة. في حلقة هذا الأسبوع سنقترب من الفائز في المركز الثاني، وكان مناصفة من عن مشروعين اثنين فاز بالمركز الثاني، سنقترب من أحد هذين المشروعين، فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل بإمكانكم متابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلس البحث العلمي عبر @trc_oman في تويتر والفيسبوك والإنستغرام واليوتيوب. حوار مع باحث. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حوار مع باحث. إذن تقاسم المركز الثاني في جائزة صلالة للمياه والصرف الصحي في نسختها الأولى لعام 2019-2020 كل من المهندس عماد العبيدون من شركة صلالة للميثانول عن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق عملية التخثير الكهربائي مع الفريق المكون من عدد من الأكاديميين من الكلية التقنية العليا. سنقترب أكثر من هذا المشروع من خلال لقائنا بصاحب فكرة هذا المشروع وهو عماد بن عبد الله العبيدون. أهلا ومرحبا بك عماد معنا في حوار مع باحث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ راشد على هذا الاستضافة. حياكم الله أستاذ عماد. وفي البداية نود من خلالك أن نعطي المستمع الكريم فكرة عامة لفكرة هذا المشروع في إنتاج وتصميم محطة معالجة لمخلفات الصرف الصحي بدون أي تدخل كيميائي في المعالجة. إيش الفكرة العامة؟ فكرة الموضوع والمشروع بشكل عام هي تتمحور في إنتاج محطة معالجة بدون أي تدخل كيميائي في المعالجة، بحيث نحن نعتمد على عملية التخفض الكهربائي. نعم. التخفض الكهربائي هي عملية راح تكون بين أقطاب المادة المستخدمة، راح تنتقل المواد اللي من جانها تتخلصنا من المخلفة. نعم. طيب الآن ما الخطوات التي طبقتم من خلالها هذه الفكرة حتى وصلتم إلى نتائج واقعية؟ في البداية عملنا دراسة على محطة المعالجة الطبيعية والعادية اللي تعتمد على المواد الكيميائية والمواد الأحيائية. نعم. فعملنا مقارنة بين المادة أو المعالجة الطبيعية والمعالجة التخفض الكهربائي داخل المختبر. نعم. بعدين تحولنا إلى المرحلة اللي بعدها، إلى مرحلة الاندستريال فيد أو اللي هي النطاق الصناعي، فوجدنا فيها قدوة اقتصادية من حيث تقليل تكلفة شراء المواد الكيميائية وغيرها واستبدالها بطريقة التخفض الكهربائي، وبدأنا في بعض وتوصلنا إلى مراحل متطورة يعني. نعم. طيب الآن ما أبرز النتائج التي توصلتم إليها من خلال هذه الفكرة؟ تفاصيل العملية بفعل التفاعلات الكهروكيميائية التي تحدث كما ذكرت بين أقطاب الألمونيوم. حاليا احنا بدينا في نطاق البتروكيميكال اندستري اللي هي النفط والغاز، حين احنا نغير مفهوم المعالجات اللي موجودة هناك. نعم. ووجدنا فيها قدوة اقتصادية. أولا حاليا احنا شغالين على محطة زرارة الميثانول، حين احنا نعمل تطوير لمحطة المعالجة اللي موجودة هناك بالتعاون مع شركة أوكيو، طبعا احنا من ضمن مجموعة واحدة. نعم. مركز الابتكارات تحت قيادة الدكتور عمار قدم المسيحية. نعم. الجهد المبذول، فوجدنا انه ممكن احنا نطبقها. فالعملية كلها تعتمد على بعض التفاعلات الكيميائية التي تصير بين أقطاب الألمنيوم، إنتاج المواد، احنا توصلنا إلى طريقة احنا ننتج هذه المواد، كفاءتها كفاءة الاستخلاص وصلت أكثر من 85% مقارنة بالمواد الكيميائية. نعم. طيب الآن يعني في التطبيق الحالي للصرف الصحي، ما هي أبرز المشكلات التي تواجه عمليات الصرف الصحي في محافظة ظفار وفي ولاية صلالة تحديدا حتى أنتم خرجتم بهذه الأفكار؟ في عملية الصرف الصحي، مشكلة الصرف الصحي اللي هو يعتمدون على المواد الكيميائية والمواد الحيائية. نعم. المواد أو المخلفات هذه المعالجة كبيرة. نعم. جدا، يعني في بعض المخلفات أو اللي هي السلج أو اللي هي الحمم اللي تطلع من هذه. نعم. المعالجات كبيرة جدا، فأنا ما عندي القدرة الكافية أو الكبيرة الكافية أن أنا أحولها إلى سماد عضوي. أنا لازم أدخلها إلى معالجة، بعدين هذه المعالجة تدخل إلى سماد عضوي. بعكس عملية التخفض الكهربائي، الأسمدة أو اللي هي الحمم التي تطلع من أو المخلفات التي تطلع من هذه المعالجة، عندي القابلية أن أنا أستخدمها كسماد عضوي مباشرة بدون أي معالجة أخرى. هذه واحدة من النقاط اللي احنا مركزين عليها. طيب الآن ما أبرز التحديات التي واجهتكم في تطبيق فكرتكم؟ أهم تحدي اللي أنا واجهته اللي حاليا مهندسين شغالين عليه هو تقبل الناس هذه الفكرة. نعم. فكرة جديدة على السوق، هذا أول واحدة. ثاني شيء الأبسكيلينج أو اللي هي مرحلة انتقال من المختبر إلى الاندستريال أو المختبر إلى مستوى صناعي، هذا يحتاج إلى خطوات كثيرة، لذا نحن نوجدها ونطبقها على مستوى صناعي. وحاليا الحمد لله واصل إلى مراحل متقدمة جدا، تقريبا مخلصين 90% من المشروع. نعم. طيب نحن نعرف أن هذه الجائزة اشتملت على عدة مجالات مختلفة كلها نابعة من واقع التحديات المائية الموجودة في السلطنة، والتي تسعى الجائزة عبرها إلى إيجاد حلول لها عبر إشراك المجتمع المحلي من الباحثين والمواطنين والمقيمين في كل ما يتصل بمجموعة من الموضوعات من ضمنها إدارة شبكات المياه والصرف الصحي. الآن ما إمكانية تطبيق الفكرة التي خرجتم بها عماد من الناحية المادية؟ هل العملية مكلفة صعبة التحقق؟
مقارنة بالمعالجات الطبيعية أو الكيميائية. نعم. فأنا من رأيي ومن رأي الفريق اللي شغالين نحن عندنا، احنا راح نعمل سيفنج او اللي هي تقليل من التكلفه في العمليه المعالجه الطبيعيه وصلت الى اكثر من 50%. فهي مجديه اقتصاديا، صديقه للبيئه اللي هي ايكو انفايرمنت حنسميها، وثاني شيء سهله الاستخدام من الشخص نفسه، بحيث ان انا اامن للشخص اللي راح يطبق هذه العمليه عدم استخدام اي مواد كيميائيه في المعالجه. نعم. اذا حتى هذه من الناحيه الاقتصاديه بالضبط. نعم. طيب إذن عماد، أنتم فكرتكم قائمة بفعل التفاعلات الكهروكيميائية التي تحدث بين أقطاب الألمونيوم، ستقومون بإنتاج المواد المتخثرة التي تغير الشحنات الموجودة على المواد الملوثة، وبعد ذلك يسهل التخلص من هذه المواد في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الترشيح. تحديدا هذه المرحلة كيف تتم؟ كيف تستطيعون الاستفادة من الماء الذي يتم الحصول عليه من هذه العملية؟ حاليا الماء اللي راح يطلع من هناك بإذن الله تعالى أغلب استخداماته راح تكون في الري. احنا راح ننعش قطاع الزراعة، هذا أول حاجة. نعم. إذن احنا نساهم في التطوير أو الاكتفاء الذاتي، هنريد نوصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بحيث أن نعمل هذا الماء إليه في الري. حاليا أنا شغال مع مركز أبحاث الكويت في سيستم جديد اسمه اللي هي عملية التخثر الكهربائي مع التنابح العكسي. نعم. راح نحول الماء اللي يطلع من هذه العملية إلى ماء صالح للشرب من مخلفات صرف صحي ومخلفات اللي هي المصانع بإذن الله تعالى. طيب ما الأدوات التقنيات التي تحتاجونها حتى تضمنوا أن تكون عملية الحصول على المياه في نهاية الاستخدام صالحة وغير مضرة بالنسبة للبيئة؟ صالح أول، إحنا راح ندخل هذا الماء إلى مرحلة العملية التخثر الكهربائي. لا. أنا بتكون من مرحلتين فقط، مرحلة اللي هي التخثر الكهربائي، مرحلة تخلص من المخلفات، ومرحلة ثانية مرحلة الترشيح فقط، ما في أي عوامل ثانية بحيث أنها تساعد في عملية المعالجة، هذين المرحلتين فقط. نعم. طيب هذه الأفكار التي خرجتم بها إلى أي درجة من الممكن في المستقبل أن تستوعب التوسع العمراني، التوسع التجاري، التوسع الاقتصادي؟ هل وضعتم في الحسبان كل ما يتصل بالتطور المستقبلي لهذه الشبكات؟ بالضبط. نحن ممكن نحن نعمل حاليا في دراسة، نحن ممكن نحن تطويرها بحيث أنها تعمل هذه المعالجة تكون معالجة متنقلة. نعم. يعني في كل مرحلة أو في كل منطقة تكون لها معالجة محددة. ما أنا ما أعمل ضغط على محطات المعالجة كشركة حياة وكشركة صالح للبيئة بحيث أن أنا أعمل أو أوصلها 100 متر كيوب أو اللي هي كمية كبيرة من المعالجة. نعم. وفي نفس الوقت ما توصل الماء اللي أنا أريده بكفاءة اللي موجودة، فأنا أقلل الضغط عليها بحيث أن أنا أعمل معالجات متنقلة في كل محافظة بإذن الله تعالى. نعم. طيب الآن ماذا عن إمكانية أن لا تتأثر البيئة ولا تحدث أي أضرار بيئية مناخية نتيجة هذه الفكرة؟ هل أيضا وضعتم هذا الموضوع في عين الاعتبار؟ أهم نقطة موجودة في هذه المعالجة. نعم. بحيث أن أنا صح أعالج المياه المستخدمة، ولكن في المستوى الأول لأن أنا ما أعمل إنبات أو ضرر للبيئة، هذا أهم نقطة. نعم. وهذه التقنية تحفظ البيئة من أي مواد أو مخلفات تطلع من أي معالج بإذن الله. طيب متى سنرى هذه الفكرة واقعا على النور وترى النور هذه الفكرة ويستفاد منها عماد؟ في أقرب وقت ممكن. أنا أقول لك يعني ما أقدر أنا أضمن أنه يكون في، بس خلال الأشهر القادمة بإذن الله تعالى في أخبار طيبة بإذن الله للجميع. نعم. طيب فيما يتصل بذكركم أن فكرتكم قائمة على عدم وجود تدخل أي كيميائي، طيب الأدوات التي تستخدمونها وأقطاب الألمنيوم، هل عملية صيانتها، عملية استيعابها لأي توسع، ألا تحتاج إلى تدخل كيميائي؟ لا حاليا، لأنه هذه العملية هي عملية مطورة من العملية اللي موجودة. يعني عملية التخثر الكهربائي عملية موجودة، ولكن احنا قمنا بتطويرها بثلاث مراحل. الأقطاب الألمنيوم في عندنا حسابات تعتمد على كمية الماء اللي يدخل إلى الخلية نفسها. بعد تقريبا 3 شهور أو 4 شهور نحن نشوف هل الأقطاب تريد تغيير
أو أنها نعمل صيانة فقط دورية. نعم. هذا في الحسبان يعني. طيب معناتكم أنتم هل تحتاجون إلى عمليات توسيع جديدة للشبكة الحالية؟ تحتاجون إلى تعديل جديد للشبكة؟ لا، لأن ما نحتاج إلى هذا التعديل، بحيث أنه نحن متفقين مع بعض شركات الصرف الصحي وبعض شركات الصناعية. نعم. نحن نأخذ هذا المي ونعالجه، وبعدين نتفق على هل هذا المي راح يرجع للشركة نفسها، أو نحن نعمله ترانسفير أو لانتقال للمرحلة الثانية. نعم. طيب أيضا فيما يتصل بالاستفادة من هذا الماء، أنت ذكرت أنه من الممكن الاستفادة منه في عمليات الري، وأيضا قلت أنه ممكن يكون صالح للشرب. بالضبط، لهذه المرحلة القادمة أو اللي هي مرحلة تطوير العملية في المرحلة القادمة. لكن يعني عماد، معنى ذلك أنكم تحتاجون إلى فلترة 100% وضمان يعني موائمتها للاستخدام البشري. بالضبط. ممكن يعني؟ ممكن. راح نعمل هايبر سيستم، أو اللي هي عملية التدخل الكهربائي راح تكون مع الار او سيستم أو التنابح العكسي. هذا راح نشبك هذا السيستم كامل مع بعض. نعم. إذا نطلع عملية جديدة أو عملية جديدة للمياه اللي راح تطلع من التدخل الكهربائي صالحة للشرب، وما راح نوجدها في السوق إلا لما نكون متأكدين من هذا. نعم، نحن نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله. عماد، ماذا عن الآفاق المستقبلية لهذا المشروع إن شاء الله، إمكانية تطويره أيضا في المستقبل؟ حاليا بإذن الله شغالين على مركزين واضل على محطات الصرف الصحي والنفط والغاز. نعم. المرحلة القادمة بإذن الله راح تكون خدمة مجتمعية. حاليا شغالين على محطة معالجات أو تصميم جديد يخدم الناس المتضررين من الأملاح والمعادن الثقيلة في المياه الجوفية. نعم. علي شغالين عليه بإذن الله تعالى، وليجي لأن يكون عندنا شركة متخصصة في المعالجة على مستوى محلي وعلى مستوى إقليمي وعالمي بإذن الله تعالى. نعم، حتى من الممكن الاستفادة من هذه الفكرة إلى مواقع أخرى وشركات أخرى أيضا إن شاء الله. عماد، بإذن الله تعالى نحن نشكرك على وجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع لبرنامج حوار مع باحث. عماد بن عبد الله العبيدون، صاحب فكرة مشروع إنتاج وتصميم محطة معالجة لمخلفات الصرف الصحي بدون أي تدخل كيميائي في المعالجة، والحاصل على المركز الثاني مناصفة في هذه الجائزة، جائزة صلالة للمياه والصرف الصحي في نسختها الأولى لعام 2019-2020. شكرا لك عماد. شكرا جزيلا لك. إذن كان ذلكم اللقاء مستمعينا الكرام، اقتربنا من خلاله من هذا المشروع، مشروع من شركة صلالة للميثانول، معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق عملية التخثير الكهربائي. الجائزة اشتملت على عدة مجالات مختلفة نابعة من واقع التحديات المائية في السلطنة، والتي تسعى الجائزة عبرها إلى إيجاد حلول لها عبر إشراك المجتمع المحلي من الباحثين والمواطنين والمقيمين في محاور مختلفة. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة. اللقاء بكم يتجدد الأسبوع القادم في رحلة بحثية أخرى وحوار مع باحث. إلى الملتقى. حوار مع باحث. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.